برحب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع آخر فقراتنا وهي استعراض لردود أفعالكم وكمان إجاباتكم على سؤال حلقتنا النهاردة. سؤال النهاردة كان بيقول: لو أنت المدير الفني، توقع بقى تشكيل النادي الأهلي قصاد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا. سريعا نروح كده نشوف الإجابات اللي جات لنا، وبالتحديد من على تويتر. الشناوي، معلول، ياسر، بدر، أكرم، السولية، حمدي، فتحي، شحات، أفشة، طاهر، ومحمد شريف. محمد ناصر رأيه الشناوي، أيمن أشرف، بدر بنون، علي معلول، أكرم توفيق، السولية، حمدي، وأفشة، وطاهر، محمد طاهر، والشحات، وكمان محمد شريف. زياد بيقول: هيلعب بالشناوي لو هو مدير فني، أكرم توفيق، بدر بنون، أيمن أشرف، وعلي معلول، ويلعب بديانج، والسولية، وقفشة، وكمان طاهر، محمد طاهر، ومحمد شريف، والشحات. هاني والي بيقول لي: مساء الخير يا شيماء، مساء الفل عليك. التشكيل المتوقع ان شاء الله: الشناوي، اكرم توفيق، بدر بنون، ايمن اشرف، وعلي معلول، عمرو السوليه، ديانج، قفشه، وشحات، طاهر، محمد طاهر، ومحمد شريف، وان شاء الله العشره اهلاويه باذن الله. وبكده بتنتهي حلقتنا النهارده في 60 دقيقة، لكن لسه إن شاء الله عندنا ميعاد تاني بكرة إن شاء الله من الساعة 2 للساعة 3 في حلقة فيها إن شاء الله كل أخبار الكورة المحلية والعالمية، وكمان جولتنا المعتادة على السوشيال ميديا اللي بتخص كرة القدم وكمان الألعاب الأولمبية إن شاء الله. أشوفكم بكرة، أشوفكم على خير.